الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. أما الآن فمع كلمة السيد عام الإقليم الصلاة. الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء الصلاة، سيد رئيس مجلس الإقليمي الصلاة، سيدات والسادة البرلمانيون، السيدات والسادة رؤساء الجماعات، سيدات والسادة السيد مفتش الجهة وحدة التراب التعليم وحدة التراب، سيد ممثل مكتب الدراسات، سيدات والساده رؤساء المصالح الجهويه والاقليميه، سيدات والساده ممثل المجتمع المدني، سيدات والساده ممثل وسائل الاعلام، ايها الحضور الكريم. اود في البدايه ان ارحب بكم في مدينه الصاف عروس الشاوي وعاصمه الاقليم، كما اشكركم على تلبيتكم الدعوه حضور الورشة رقم 5 تحت عنوان التنمية القاربية والتهيئة الجيدة للمجالات، والتي تأتي في إطار المرحلة الثانية للتصميم الجهوي ذات التراب لجهة الدار البيضاء الصلاة المتعلقة بالبنية التنموية والتوجهات الاستراتيجية ومجالات المشاريع التي تهدف إلى وضع معايير لتحديد وتصنيف المشاريع التنموية. ويندرج هذا التصميم في إطار المجهودات المبذولة من أجل تحقيق تنمية جهوية شاملة من خلال التعرق المستقبلية واضحة المعالي تمتد إلى 25 سنة. والأمر هنا يتعلق بتحديات حاسمة بالنسبة للمستقبل، لذا فإن هذا التصميم يجب أن يتبلور على ضوء التوجهات والاختيارات الناتجة عن التشاورات الواسعة والحوارات البناءة والصريحة مع كافة الفاعلين المتدخلين لتدبير هذه التحديات بطريقة تضامنية وفي إطار توافقي متخذين من توجيهات الملكية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الوالد في رسالة جلالته حفظه الله الموجهة للمشاركين في منتدى الوزارة العربي الثاني للإسكان والتنمية الحضرية الذي انعقد بالرباط في 21 دجنبر 2017، حيث جاء في رسالة الملكية وفي هذا الصدر تدعو لبلورة رؤية جماعية مشتركة حول منظومة متكاملة لإعداد التراب تقوم على الاستشراف وتروم استغلال المجال والموارد المتاحة وتساهم في إعادة التوازن للشبكة الحضرية وتقوية قدراتها على التكيف والتأقلم مع مختلف التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. سادة منتخبون السيدات المنتخبات، كل باسمه وبصفته، أنا سعيد أن أتواجد بينكم اليوم لإعطاء انطلاقة اليوم الخامس أو الورشة الخامسة من سلسلة 7 أوراش لإعداد تصميم جهوي لأداة التربة. فاليوم هو كيف قلت يوم الخميس، يعني أننا خدمنا 4 أوراش فيما قبل وتطرقنا لمواضيع مختلفة، والهدف من اليوم هو أننا نطرقوا لموضوع خاص واختيار إقليم الصلاة للتطرق لهذا الموضوع ليس عن عبث بل نظرا لتقاطع الإقليم مع الموضوع، هذا هو موضوع التنمية القروية. موضوع التنمية القروية كما تعلمون هو أولا موضوع يوليه جلالة الملك حفظه الله الاهتمام البالغ، بحيث ما هناك خطاب ملكي سامي إلا وكان الوقوف على الاهتمام بالعالم القروي يعني في بكل مكوناته. ثانيا هو موضوع اللي أولاه النموذج التنموي الجديد في تقريره النهائي اهتماما كبير لما نتصفح
التقرير النهائي نرى على ان التنميه البشريه المستدامه والتنميه الاقتصاديه للمغرب ستكون اما ان تمر بجزء كبير من العالم القروي والا لن تكون هناك تنميه. وبالتالي ضروري ان يعني الاراء ديالكم والاقتراحات ديالكم اليوم حول هذا الموضوع بالذات اللي هو التنميه القرويه على صعيد الجهه. احنا لا نتكلم يعني اختيار ديال الاقليم هو اختيار لواحد الرساله. الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصوره.